عن الأعمال المقدمة، كان أبرزها العمل اللي عملته منى زكي، يعني كل الناس تتكلم عنه بإشادة عظيمة، والمخرج بتاعه محمد شاكر خضير اللي هو أنا سعيد بيه شخصياً من غير ما أعرف تفاصيله، لأنه هو ابن واحد من أصحابي وأساتذتي، يعني هو أخوه أحمد. فأنا مبسوط إن هو يعني الناس شافت العمل بتاعه بالطريقة دي، لأن حتى الناس الغير مختصين بيقولوا يعني صورة جميلة معمولة بطبيعية، واضح إن مبذول فيها مجهود، واضح التوجيه بتاعه للممثلين اللي موجودين معاه، إضافة بقى إلى وجود منى معاه، فطبعاً دي حاجة كبيرة يعني. وبرضو مسلسلات تانية، مسلسل مثلاً الهرشة السبعة بتاع مريم نعوم ده، شفت منه يمكن حلقة حاجة، لقيت حاجة حلوة.